السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. هو أنا أقدر أطلع التلاجة فاكيوم ذاتي كأنها متفاكيمة بالطرمبة بالظبط؟ طبعا الموضوع ده انا مش بشجع بيه ولا اي حاجة، ولكن خدعوك فقالوا. في بعض الفنيين بتخش وراها في الشغل تقول ما شاء الله ده فني معاه ترومبا. طبعا معروف بين الفنيين لما اجي اعمل فاكيوم ذاتي اللي انا هجيب الفلتر بقومه بمسمار هنا واطلع منه كبرالي او هاجي على المسارة ديت واطلع منها كبرالي عشان افضي منها الهواء اللي هو اساسا ما بيتفضاش من التلاجة. المرة المليون يا جماعة عشان خاطري الهواء اساسا ما تفضاش من التلاجة، ولا مشكلته كلها مع التلاجة الرطوبة اللي هي اساسا بتطلع بعد الهواء اساسا. ولكن انا اعلمكم الطريقة بحيث الفني لما يخش على تلاجة مش كل تلاجة قدامه ما فيهاش كبيرالي في الفلتر يبقى متفكيمة فاكيوم بترمبة، لا هي متفكيمة فاكيوم ذاتي. الطرق كتير والفنيين كتير عندها طرق كتير بأشكال كتيرة، ولكن أنا هوديك لأخبث منطقة ممكن تشوفها أنت كفني تقع فيها. ممكن يخش عندك الفني وتشوفه طاق وداخل بس بشنطة عدة بسيطة وطلع من قلب البيت تبص تلاقي الفلتر مفهوش أي خار. ده بعمل إيه؟ ده بجيب طرمبة منين؟ ده بفاكيوم إزاي أصلاً؟ هيبدأ عقلك يشك، هل هو طلع الفاكيوم ولا ما فاكيمش ولا قابل ايه بالظبط؟ هنشوف مع بعضنا خطوات باذن الله بالفيديو. هخليك تطلع الثلاجه متفاكيمه فاكيوم ذاتي كانك مفكمها بترمبه باذن الله. انا مش بشجع على الموضوع ده بصفه عامه، ولكن انا بوريك الطرق اللي ممكن انت تشوفها ويكون عندك خلفيه منها وتتعلم منها ويكون عندك استوعاب بكل حاجه ممكن تكون بنت قدامك او ما بنتش. ممكن تكون انت عندك المعلومه ديت في الاساس، ممكن ما يكونش عندك المعلومه، استفاد معلومه. هنتابع الفيديو خطوه بخطوه وانا بفكيم لكم فاكيوم ذاتي كان الفني بالظبط شايفها بترومبه. وما يعرفش يطلع ان كانت متفكيمه فاكيوم ذاتي ولا متفكيمه بترومبه الا عن طريق الضغوط ان شاء الله، لان في فيديو قبل كده متكلم فيه وجود الهواء في الدايره بيعمل ايه. لو انت مفكيم فاكيوم مظبوط جدا 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 وموضب عملك جدا 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 في الفاكيوم، عمر الضغوط ما يطلع معاك 1 و2 و7 و10 و15 زي ما بنسمع الكلام ده كله يقول لك والله انا عندي الضغط بتاعي معدي ال 20، عن الضغط بتاعي معدي ال 10، عن الضغط بتاعي معدي ال 12. لا يا جماعه، جميع الفنيين اللي شغالين بترومبه عارفين الضغوط بتكون ازاي وعارفين العدد بيكون واقف فين بالظبط. بتابع الفيديو واحنا بنفكيم فاكيوم ذاتي كأن انا مفكيم بترومبة بالظبط. نصحى الكلام كويس عشان هتشوف الفيديو هتعلم منه حاجات عشان عقلك يكون مفتح شوية للمواضيع الجديدة او مواضيع اصلا هي قديمة اساسا كنا نشتغل فيها من فترة طويلة، ولكن ربنا انعم علينا وبقى عندنا ترومبات وبقى عندنا شغل تاني ما قدرناش بنشتغل فيها. نتابع الفيديو خطوة بخطوة وان شاء الله هيكون فيديو مفيد للجميع. احنا في التجهيزات دلوقتي ركبنا الكباس، ثبتناه مكانه المظبوط، لسه متبرشم عشان لما يحصل عندي تنظيفات هنا وبنضف المكان ده اكون ضامن اللي ما يخشش تراب للكباس. في التجهيزات ان شاء الله هنركب كل حاجه وهنقول لكم خطوه بخطوه هنعمل ايه، هنقول لكم الاوضاع هتكون ازاي. طبعا معروف جدا ان انا هوصل هنا وصله خدمه عشان اشتغل عليها، وعارف ان انا هركب هنا سكشن وتتشارج بتاعي وهركب مواسيري عادي جدا مفيش اي مشكله، وهاللعب كله هيكون في المنطقه بتاعه الفلتر. اللعب كله هيكون في المنطقه بتاعه الفلتر هنا اللي هقدر انا العب فيها واشتغل فيها الشغل المظبوط بتاعي، وان انا افكيم فاكيوم ذاتي كاني مفكيم بترومبه بالظبط. تابعوا معانا الشرح واحده واحده، هنجهز لحماتنا ونجهز كل حاجه وهنقول لكم على السر ده باذن الله سبحانه وتعالى. بعد ما بدانا نجهز لحمنا وصل الشحن بتاعتنا ولحمنا مواسيرنا
وجهزنا هنا عشان خاطر الجزء الخاص بالكابرولي. فتحة، شوفوا الفتحة بتاع الكابرولي عامل ازاي، كل حاجة بتتوضب، كل حاجة متأكد من فتحتها تكون مظبوطة وكويسة عشان ما تأثرش معانا فيما بعد في الشغل بتاعنا، ونبدأ نشك في حاجات معينة، هو العيب من ايه بالظبط ولا العيب مش ايه. نبدأ الفتحة معانا قدامنا مظبوطة 100%، هي كاميرا اكيد جايباها، وكل حاجة الحماتنا مظبوطة، كل شيء مظبوط. نبدأ اللي احنا دلوقتي نشتغل على الفاكيوم الذاتي اللي هو شبيه الترومبة بالظبط، ونبدأ نوضح الأمور بالظبط. بعد ما وصلنا كل حاجة ركبنا العداد بتاعنا على وسط الخدمة، السكشن مكان السكشن، التشارج مكان التشارج، سيبنا الكابرولي زي ما هو، ما ركبناش أي حاجة، ركبنا العداد وقفلنا، لأن احنا دلوقتي مش شغالين على فاكيوم ذاتي، مش شغالين على ترومب قصدي يا جماعة، شغالين على فاكيوم ذاتي، فلازم العداد يتقفل. هنشغل التلاجة وهنشوف. شغل التلاجة، التلاجة اشتغلت، الموتور اشتغل، العداد بينزل. لو جينا هنا على الهواء، الهواء ظاهر معانا اهو، هنسيبها على كده شغالة ياجي ربع ساعة ولا حاجة، وانترنتنا معاها خالص، وكل شوية نتك على الهواء، الهواء بيقل، كل شويه نتك على الهواء، الهواء بيقل خلاص، ونستبر عليها خالص لحد ما نبدا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. كل ما سيبها شغاله كل ما عاد شبه ما عادش هنا في نسبه هواء بتطلع خالص، خلاص كل ما سيبها شغاله كل ما عادش في نسبه هواء بتطلع خالص. ده ممكن واحد يقول لي ده ليه يا باشمهندس ما ركبتش الفلتر؟ ليه ما ركبتش الفلتر؟ انا مش عاوز التلاجة يخش الفلتر يخش فيه نسبة رطوبة عالية ازيد من اللازم، هي كده كده مليانة رطوبة، فمش عاوز ازود بالبلد كده المبلة طينة. انا سيبها شغالة خالص، ما عنديش اي مشكلة خالص نهائي، كل ما شغل وكل مدة ما تزيد معايا في الشغل كل ما العداد هينزل معايا تحت الصفر، وطول ما معدش عندي هنا هيطلع هوا، هيجي شبه ما عادش فيه هوا خالص، شوفوا ما عادش فيه شبه هوا خالص. استبر عليها ربع ساعة مفيش مشكلة، تلت ساعة مفيش مشكلة، وبعدين ابدأ ألحم الفلتر بتاعي. انا ألحمه قدامكم وهتشوفوا كل حاجة على الطبيعة خالص، هكون معاكم وانا بلحم وكل حاجة على الطبيعة، وهتشوفوا اللحام ازاي. وبكده يبقى انا عملت فاكيوم ذاتي كان عامله بترومبه بالظبط، مش كانه بترومبه، انا اسف عشان ما يتاخدش عليا الفيديو، ولكن حتى الفني لو دخل ولقاه كده ما يشكش اللي هو معمول فاكيوم ذاتي، يقول لك اه ما شاء الله اللي كان شغال قبلي شغال بترومبه. لا يا جماعه، مش كل اللي شغال قبلك شغال بترومبه، في اكتر طريقه من الفاكيوم الذاتي، طرق كتير جدا 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 جدا، ولكن انا بعرفكم احسن طريقه فيها، اللي فيه بعض الفنيين اللي هم القدام اللي زينا كده كانوا شغالين بيها زمان، ولكن ما كنتش حابب ان انا اقولها، ولكن خلاص جه الوقت اللي انا اقولها عادي مفيش مشكله، ولكن اتمنى الفن ما يشتغلش بيها خالص ولا يعمل بيها لانها غير جيده. طبعا احنا بنحاول مجتهدين اللي احنا نشيل الرطوبه من الدايره، فانا بعدك سبت الرطوبه في الدايره زي ما هي. لو انت جاي وملاحظ وشغال قدام التلاجة هتلاقي الشبكة شبه ما عادش فيها هوا خالص، تحط ايدك مهما تحط ما عادش فيها شبه هوا خالص. انا هسيبها شغالة كمان شوية، وهبدأ اللي انا الحم الفلتر وهي شغالة، وهنشوف اللحام هيكون ازاي بإذن الله. انا جاي، انا مش موصل الفلتر خالص، انا شايله لسه اهو، والتلاجة شغالة زي ما هي، ولكن اول ما هاجي هلحم الجزء الخاص بالكابرولي، لان هو في نسبه شط بسيطه عشان ما ياثرش معانا ويسحب مننا الدايره. انا هركب الكابرولي عادي، بلف فيه جزء كده بسيط، بلفه عشان ما يخشش جوه ويخبط في الشبكه اللي هنا، ولكن اهو، وهركب ده عادي، هي مش ملحومه، ولكن عشان خاطر تسهل عليا، مفتوحه مننا تسهل عليا لو في لسه نسبه شط. وهبدا انا اشغل اللمبه بتاعتي،
وابدا ان انا الحم الجزء الخاص بالكابرولي الاول. كده انا لحمت الخاص الجزء الخاص بالكابرولي، والكباس لسه شغال زي ما هو، كل حاجه شغاله زي ما هي. ابدا الحم الجزء الثاني، الفلتر الثاني بقى. كده انا لحمت الفلتر خالص من ناحيتين ومن كل حاجه دلوقتي وملحوم. معلش انا بس هنخاطر الفيديو بس يا جماعه، والتلاجه شغاله دلوقتي مفيش اي مشكله خالص، ومفكيمه، والكباش شغال عشان اكد لكم الكباش شغال وانا شغال. هات بس الامبير عشان برضك تاكدوا للعلم يعني مش اكتر. ولاحم وخلصت اللحام، واي فني هيخش على التلاجه دهيت هيقول لك متفكيمه بطرمبه. قدامنا العداد اهو، ديجيتال بنسل امبير، انا اسف، شغال اهي، اشيل اهي، وهي بنسل امبير اهو قدامكم اهي كده، بنسل امبير فاضيه اهيت واقفه. هدخلها هنا في السلك بتاع الكباس، ادالي 1.1. هبدأ أشيل الفيشة، أشيل الفيشة الخاصة بالتلاجة، أفصل العداد، مش هيطلع معايا لأن أنا فكيمت. فيجي الفني يخش على التلاجة زي ديت يلاقيها متفكيمة بالشكل ديت، يقول لك آه ما شاء الله، ده فاكيوم بترومبا وليس فاكيوم ذاتي. يا جماعة خلي بالنا، في حاجات كتيرة جدا 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 بيتعمل داخل الصنعة، لازم كل فني يكون عنده الخلفية بتاعته ويكون عنده حاجته ويبقى عنده وعي باللي حصل. أنا فكيمت قدامكم التلاجة وكل حاجة قدامكم مستكيمة، والكباس كان شغال، ولحمت كل حاجة في التلاجة. أتمنى الفيديو يكون مفيد لكم ونتعلم منه. تحياتي لكم جميعا. وقبل ما أقول تحياتي لكم جميعا، للعلم أنا هفكيم فكيم بترومبا يا جماعة، أنا بشتغلش إلا بترومبا، أنا عندي الترومبا، ولكن حبيت اعلمكم الطريقه واوريكم الطريقه ازاي. واللي حابب يشتغل بيها اقول له لا معلش ما يشتغلش بيها. ليه بقى؟ لانها غير صحيحه، لان انا بفاكيوم عشان اطلع رطوبه من الدايره، فانا برضك سبت هواء داخل الدايره. تحياتي لكم جميعا، لي ولكم، واتمنى لي ولكم التوفيق. كان معاكم وليد ابو العنين من قناه مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.